ألذ من الدانت وأسرع منها كمان. في دقايق تكوني محضراها. عملنا النهاردة مهلبية بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، وزينناها بحاجة بسيطة خالص بشوكولاتة فرماسية وشوكولاتة بيضة. شايفين الجمال بقى لعشاق الشوكولاتة. تعالوا نشوفها كده، دايبة 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 دوب. شايفين شايفين الحلاوة والجمال، خطيرة خطيرة. يلا تعالي معايا شوفي الفيديو، بس ما تنسيش حطي لي لايك. معايا هنا حوالي 4 معالق كبار كده من الكاكاو الخام، ومعايا بولة صغيرة كده من السكر. السكر هنا حسب الرغبة وعلى قد كمية اللبن اللي انت هتستعمليها. ومعايا هنا كمان النشا، هستعمل حوالي 5 معالق من النشا. ثلاثة أربعة خمسة. هضيف عليهم اللبن. اللبن هنا حوالي 1.25 كيلو كده من اللبن، زي ما بقول على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. الكوباية التانية اللي معايا انا ما مليتهاش، حوالي 1.25 كيلو زي ما قلت. هقلب كل ده على البارد، وبعدين هروح ارفعه على النار لحد قوامه ما يتقل معايا. على نار متوسطة بقى، واستنيته كده في التحريك لحد ايه ما يبتدي يتجانس كده والقوام يتقل معايا شوية شوية. زي ما انتوا شايفين كده، هو ده القوام المطلوب. ما شاء الله عليها، جميلة جميلة، يعني شكلها روعة من دلوقتي. لعشاق الشوكولاتة بقى، خفيفة جدا سريعة، ما اخدتش مننا دقايق. مكوناتها ما شاء الله كلها مظبوطة. شوفي السكر بس انت كده وظبطيه على حسب الرغبة عندك. انا بالنسبه لي بقى كميه السكر اللي انا ضفتها دي كويسه جدا ومظبوطه. تعالي كده نغرفها في الكاسات او في البوله على حسب ايه الحاجه اللي عندك. في دقايق بقت جاهزه. زينتها هنا كده بشوكولاته بيضه. هضيف لها هنا برضو شوكولاته فرماسيه. عايزه تحطي برضو شوكولاته بني، حطي براحتك يعني، اي حاجه بسيطه عندك كده زينيها بيها.